يا الله يا مولاي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا مولاي. سماحه السيد ابو هي ابو حيدر المهنا، صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. حياك الله، المولى بخير. والله سيد ابو حيدر، احببنا نخبركم في امر ان تسمحون لنا. سماحة سيد الشيعة، ما فائدة العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والدين قد كمل؟ دلي يلا. ما فائدة العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد كمل الدين؟ يعني ايه فائدة وجود 12 معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم والدين قد كمل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فهمت والله. اعمل ايه يا سيد ابو حيدر؟ ما يكمل الدين الا بأهل البيت. سلام الله عليه. لا لا لا، ايه ما يكمل الدين الا بأهل البيت؟ القران قال ان الدين كمل برسول الله، اليوم اكملت لكم دينكم، الدين كمل برسول الله. واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ورضيت مش ورضيت. طيب يا سماحة سيد ابو حيدر، نعم، هل الدين كمل الان ام ناقص؟ لحد الان احنا ناقص الدين. أعوذ بالله. أعوذ بالله. بالله. حتى يخرج مهدي. والله نعم حتى يخرج مهدي. نعم نعم، يعني حتى طعنتم في القرآن، حتى يعني المهدي الهارب دخل لكم، عملتوا كل بلاء. يعني إمامك الثاني عشر جعلكم يا سيد أبو حيدر تفعلون كل، حتى تكذبون القرآن. القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأنت تقول لي دين الشيعة ناقص طبعا. لأن لم يكمل لأن دين الإسلام اللي كمل. احنا عندنا 12 إمام سلام الله عليهم. يا سيد أبو حيدر. كم عمرك سيد ابو حيدر المهم؟ احنا عمرنا تقريبا 60. الله يهديك ويشرح صدرك. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اعمار امته ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز. فانت انجو بنفسك من النار. انا اريد ان قلبك لا يتعلق بهذا الامام الثاني عشر لانه خرافه ورب الكعبه. علق قلبك بالله تبارك وتعالى، وحاول ان تعلم ان هذا الامام اللي انتوا اجداد اجداد اجدادك كانوا يقولون اللهم عجل لوليك الحجه ولم يخرج. فشوف حتى انتظارك لهذا الخرافه جعلك تطعن في القران وتقول الدين ناقص. مبارك لي. مبارك لبحيناتك. إن شاء الله نظهر عما قريب إن شاء الله. ما برضو أجداد أجداد أجدادك من أكثر من 1000 سنة كانوا يقولون ذلك، كانوا يقولون يظهر عن جري عن قريب، اللهم عجل لوليك الحجة. على فكرة إمامك الثاني عشر أكذوبة السفراء الأربعة كما قال كمال الحيدري. عموما أسأل أن يشرح صدرك يا أبو حيدر، وأتمنى تفكر فيما قلت لك، واعلم أن السفراء الأربعة هم اللي اخترعوا هذه الأكذوبة. وكان كل شوف أجداد أجداد أجدادك كانوا يقولون لهم عجل وليك الحجة وسيخرج عما قريب ولم يخرج، ورب الكعبة ولن يخرج. لا يخرج إن شاء الله. أمين بعض الله سبحانه وتعالى خير، وقول الله حق، وقول أهل البيت حق. طيب يوم الخروج ولا ولا يدفع عنا شيء. طيب شيخ أبو حيدر، سيد أبو حيدر، لو خرج مهديك وأنت ميت هل سترجع إلى الدنيا مرة أخرى؟ بلى. الرجعة هترجع تعمل ايه بقى؟ ترجع تعملوا ايه؟ ياخذون بالثأر ان شاء الله بقوه الله. هتاخذوا بالثأر من 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 قتلة الزهراء، من قتلة الامام حسين سلام الله عليه، وقتلة الزهراء ايضا، وقتلة الزهراء. طيب واحفاد قتلة الزهراء ايضا ستاخذون الثأر منهم سلام الله عليه. نعم. أنا ليس هذا. أنا أقصد الأئمة. الإمام المعصوم. نعم، ما هو الإمام المعصوم هيقتل قتلة الزهراء وقتلة الحسين، وأنتم تأخذون الثأر من يلثرات الحسين ويلثرات الزهراء، تأخذون الثأر من قتل، يعني هو أنتم في دينكم، أنتم تزعمون أن عمر رضي الله عنه هو اللي قتل الزهراء، فالإمام هيأتي ويقتل عمر وبعدين يقتل قتلة الحسين وأنتم تقتلون إحنا لأن أنتم بتزعموا أن إحنا أحفاد قتلة الزهراء. هي دي الرجعة، الرجعة اللي أنت بتنتظرها. عمر يا ابو حيدر اسال ان يشرح صدرك يا رب. لا اقول لك الا كلمه واحده، لا يوجد عاقل يصدق عقائد الاماميه الاثني عشرية. اسال ان يشرح صدرك الحق. خط مفتوح والله، لا حضرتك اغمى عليك ولا حاجه، انا اغلق القلب. خلينا نجيبه والله مش عارف، يعني في عقول لذلك؟ عنده 60 سنه ومفكر انه ما يموت الامام هيرجعه تاني ويرجع الدنيا وبعدين يقتل بقى في اللي قتلوا الحسين واللي قتلوا الزهراء. لن
ينتظرون، شوف يا إخوة، ينتظرون إمامهم الهارب ده من 1200 عام. أنا معكم، اكتب انت الأشياء ورايا كده على اليوتيوب، السيد أبو حيدر المهنة، نسأل الله أن يشرح صدورهم إلى الحق. اللهم آمين.